هترجع في الظهور لقناة تن امتى؟ مش عارف، حسب ما المسؤولين في القناة يروا ذلك او ما يروش، هم احرار يعني. يعني الناس انا بك لكنك ما زلت مرتبطا انا بالتعاقد بك طبعا مع انا القناة. عندي عقد، هم الناس محترمة جدا، وان كان في تسرع شوية في اتخاذ القرار لان كان لابد ان يتم تحقيق معايا يعني. لكن طبعا يعني انا ما بلومهمش يعني لا، لما ترجع ان شاء الله للظهور، ده يبدو قريب ولا مش واضح بالنسبه لك امتى الظهور؟ ربنا سهل. تمام. انا يعني لما ترجع هتواصل الكلام بنفس الطريقه؟ هواصل رأيي، تمام هواصل رأيي اللي تمام انا بقوله. ما يعني انا ما بتغيرش. انا بحب انام وانا حاطط دماغي على السرير كده وانا ضميري مرتاح. انا لا انا بنافق، انا لما طلعت، معلش مع ان يعني انا لما طلعت ورحت مؤتمرات عشان سيادة الرئيس، انا كنت مقتنع تماما باللي بعمله، مش رايح انافقه ولا عايز تمام منه حاجة. انا لما بقول ان انا بحب فلان بقول عشان انا مقتنع، يعني انا ما بطلعش انا بحب البلد ديت، فانا عندي استعداد ان انا اقول مميزات ايه اللي لازم نتكاتف عشانه، عشان ما تمام نبقاش زي فلان، زي الدول اللي حوالينا اللي اتفتتت بسبب الفرقة. انا ببقى مقتنع بالشيء عشان اقوله، ببقى مقتنع بيه الاول، اقتنع بيه وبعدين اقوله. تمام لو انا مش مقتنع بيه مش هقوله، تمام ما بتكلمش يعني كده. فانا لازم اللي ما زلت مقتنع بيه اقوله. هتقوله.